السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى نسمع آراءكم باللي عندنا أو اللي عندكم من مواضيع على أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. واللي ما يقدر يتصل بينا عندنا رقم بالأسفل بصفة إشارة الواتساب، يقدر يسجل الرقم يمه ويدزلنا رسالة على برنامج الواتساب، نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بأول ملف واللي هو ملف خليجي 25 بالبصرة. هاي البطولة اللي كان الشعب العراقي ينتظرها فارغ الصبر، وورا ما صارت حقيقة اصطدم الجمهور الرياضي العراقي بهواية من المشاكل، ما بين المخاوف من اللي راح يصير بسبب عدم ثقة المواطن بهاي الحكومات اللي جربها تقريبا 20 سنة، وما بين خوفه على صورة العراق كبلد وعلى العراقيين كمواطنين قدام إخوانهم بالخليج العربي. اللي عدنا هنا ثروات طويلة قدام شبابيك بيع تذاكر البطولة بس حتى يحصلون تذكرة للدخول للبطولة وتشجيع المنتخب العراقي بمسيرته بأول بطولة ينظمها العراق بعد الاحتلال الأمريكي الغاشم لبلدنا الحبيب، وبعد رفع الحظر عن الملاعب العراقية وبسبب عدم التنظيم والخربطة اللي سببت فوضى ما إلها داعي، والسبب هو سوء إدارة وسوء تنظيم. خلونا نشوف اللي صاير بمحافظة البصرة. من جانب ثاني، الجماهير الرياضية العراقية اللي موجودة بمحافظة البصرة على الرغم من البطالة، على الرغم من عدم صرف المستحقات المالية، على الرغم من عدم وجود مرتبات بالعراق، تحب تفرح، تحب تشارك، لكن اشتكوا من ارتفاع سعر التذاكر حتى يقدرون يدخلون الملاعب، وأكدوا أنه دا يصير تلاعب بالأسعار بالسوق السوداء وماكو أي رقابة، وأكدوا أنه أي جهة رقابية ما تقدر تضبط الأسعار. خلونا نشوف. هذني اشتريتهم اثنين، هذني الشركات اللي جاي بيعوهم، ليش الوحدة هي هنا أنا معروضة هذا السعر اللي مقابلكم الجوة سعرها 20,000 دينار مذكورة، اشتريتهم من الشركات السياحية. طبعا طالع الساعة بالستة الصبح أنا، وهسه حاليا الساعة 1:30، اشتريت هذه التذكرة الوحدة سعرها 60,000. أردفتهم حاجته بالشركة، يقول لي احنا سوق سوداء، فيدك هذا السعر او ما يفيدك. الشركات اللي بالجزائر ومعروفة اساميهم، ما احب اذكر الاسامي، وان شاء الله راح تشوفون هواي تعليقات الناس اللي اشترت بسعر 60,000 و40,000، وهي هذه اللي سعرها 20,000. سعر البطاقة شقد هاي؟ 15,000 دينار. قسما بالله وبالقرآن، اشترينا البطاقة ب 25,000،
خوش من هاي من الشركات اللي وزعتوا عليهن بالقرآن الشريف سعر البطاقة بخمسة وعشرين ألف اشتريناها، ليش هيجي الفقير منين يجيب؟ وبهاي الأزمة البطولة اللي راح تعتبر وجهة لأشقاء العرب بالخليج العربي لزيارة العراق تكون مصدر مورد مالي ممكن ينعش الاقتصاد إلى فترة معينة، من انتعاش للفنادق إلى الملاعب إلى المنافذ الحدودية والمطارات إلى شركات الطيران وزيارة المناطق السياحية. كان من المفروض الأحزاب والكتل تفكر بهالنواحي، لكن لا، أكو مشاكل قدام شبابيك بيع التذاكر، لازم تتدخل قوات مكافحة الشغب اللي اشتبكت بالأيدي ويا الجماهير الرياضية اللي تريد تشتري تذاكر مباريات الخليجي 25 بوحدة من منافذ بيع المباشر بالمحافظة. خلونا نشوف. بدل ما يرتبون الوضع بدل ما تصير الأمور طبيعية، لا ضربوهم. ليش؟ لأنه هاي شغل مكافحة قوات الشغب بالعراق. شغل قوات مكافحة الشغب لما يكون أكو شغب فعلي، بس أكو سوء تنظيم من جهات معينة. سوء التنظيم مو المواطن السبب به، سوء التنظيم الإدارة السبب بها. سوء التنظيم مو المواطن اللي ينظم، المواطن ما يجي لازم صفارته بإيده ويسوي سراوات ويقول له أنت تفوت وأنت ما تفوت. المواطن مو شغله يجي يطب يلقى ازدحام هو يمشي، لا، المواطن يجي المفروض يشتري ويطلع. أما اللي نظم هو المنظم المدير اللي دا يشتغل على الموضوع، اتحاد الكرة، وزارة الرياضة، ذول اللي المفروض قوات مكافحة الشغب تروح تتعارك وياهم مو الجمهور. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وكان أول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك هشام هادي صالح يقول: مهزلة قطر نظمت كأس العالم ونص العالم بقطر وما صار خربطة ومهزلة، وانتو بطولة وغير معترف بها دوليا وما عرفتوا تنظموها. علي السماوي يقول: الشغب جابهم عبالهم مظاهرة. وسام الفهد: نفس تنظيم قطر بس احنا نتميز عنهم بالصوندات. وجمان إبراهيم تقول: الازدحام يصير بكل العالم، على أي أساس القوات الأمنية تضربهم؟ شنو هالمهزلة؟ وكانت هاي تعليقات الناس على هذا الموضوع، وهو يعني عدم التنظيم وشكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار التذاكر لبطولة خليجي 25 اللي من المفترض أن تقام في محافظة البصرة على أرض العراق الحبيب ورا 6 أيام. هالة من بغداد، حياك الله. والله دا أباوعني على التلفزيون دا أشوف. نعم. بس أنا دا أعرف هو شنو اللي ما صار مهزلة بالعراق، حتى هاي أبسط الأشياء. نعم. حتى هاي أبسط الأشياء ما قدرنا ندبرها، يعني فضحونا الناس والشعوب بكل الأرضية بسرعة، ما مخضع العراق نظرة غير حلوة. فالمفروض إنهم يغيرون هاي النظرة، مو يأكدون عليها. نعم. فللأسف الشديد يعني حتى ما خلوا النواهس مثل ما يقول مباوع نشوف نتابع نروح. نعم. فنقولها يعني بالعام فشلونة. نعم. اي والله فشلونة يعني مع الأسف، والله مع الأسف. يا بس بالاسم صار يا حيف والله. نعم. يعني واحد ما ادري يعني شو يريد يعبر، شو يريد يقول؟ يريد يحكي وقع حال؟ ماكو وقع حال. اخت هالة سؤال. اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة يعني فترة بسيطة أو قريبة جدا نظمت كأس السوبر العراقي، وكانت أكو مهزلة في حفل التتويج لنادي الشرطة. الناس عندها تخوفات من اللي راح يصير. تتوقعين بطولة دولية حتى وإن كان ما معترف بها، لكن هي بطولة تجمع أشقاء العرب في الخليج العربي، هل يستطيع العراق أن ينظمها بصورة صحيحة؟ وشنو راح تكون صورة العراق أمام أشقاء العرب؟ والله لحد هاي اللحظة، لحد هاي اللحظة الوضع جيد بالنسبة للضيوف والاستقبالي، بس يا ترى الساعة المقبلة ايش راح يصير؟ ما حدنا يعرف. نعم. ما حدنا يقدر يقرر، ما حدنا يعرف يقرر الوضع شنو هو.
لان ماكو ثقه، ثقه ماكو. لا. ماكو واحد مثلنا يقول على قولت المثل يقول ترتاح عليه وبيض وجهك. نعم ماكو. يعني انا بدي احكي لك بصي يعني باللهجه العاميه. نعم يعني ما تدري بالصاير، قلبي فاير والله، قلبي فاير من قهري. نعم شنو هالزحام، شنو هالفوضى، شنو هالدنيا هاي، وين الدنيا، وين احنا، شنو يعني هنا الحمر احنا شنو؟ نعم نعم مع الاسف والله، مع الاسف يا اخي، يعني والله ما اعرف شو اقول لك. نعم على كل حال الله يصلح الجميع. اللهم امين. شكرا شكرا لك اخت هاله. مشاهدينا الكرام، اذا نروح لملفنا الثاني، ملفنا الثاني همينا متعلق بالبطوله، بطوله خليجي 25 بالبصره. هاي البطوله اللي من المفترض انه العراق بهالمرحله هاي، وراء حظر الملاعب العراقيه ورفع الحظر عنها، وراء احتلال، وراء فتره من الزمن الشعب العراقي عاش في مآسي، من المفترض ان الحكومه تفكر بها. شباب محافظه البصره طالبوا وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم بالعراق أنه يلقوا لهم حل المشكلة توزيع التذاكر بمنافذ المعتمدة، وقالوا صح وقفنا ساعات هواية ننتظر يجينا السرة حتى حصل تذكرة، لكن المكان المخصص لبيع التذاكر ما انفتح، ولوحوا بخطوات تصعيدية أمام الملاعب، يعني أنه ما راح يسكتون وراح يسوون تظاهرات أو اعتصامات أمام الملاعب اللي راح تستقبل الحدث الرياضي إذا ما توفرت الحلول العاجلة، وانتقدوا طرح التذاكر بالسوق السوداء. يعني بما معناه أنه الجمهور الرياضي العراقي يقول إذا ما لقيتوا لنا حلول إحنا راح تكون عندنا وقفة، أو راح تكون لنا كلمة أمام الملاعب اللي راح تحتضن هاي البطولة. خلونا نسمع. شباب الرياضة وإلى الاتحاد العراقي، اليوم الأهالي البصرة أمام المنفذ اللي أعلنتوا عنه بيع تذاكر المباريات، ما انفتح أي منفذ، والشباب اليوم كله واقفة وكله تقول اليوم إذا ما توزعت البطايق وانباعت راح ندخل على الملعب. ما معقول اليوم وصلت سعر التذكرة 500 دولار. الاتحاد الخليجي أنت اليوم اشرف على بيع التذاكر، هناك أخبار بأن التذاكر انباعت بالأسواق السوداء للمكاتب، اتوزعت للمكاتب، الموقع المخصص فتحته الساعة 3 بالليل، الساعة 5 الفجر انفتح انسد، والمواطنين اليوم محتارين. لا تحرمون الشعب اليوم من فرحتهم. هاي رسالة إلى وزارة الشباب والرياضة وإلى الاتحاد، إذا ما انفتحت المراكز وصرتوا صريحين وانباعت التذاكر على المواطنين راح يصير لهاي الجماهير كلام اخر امام الملاعب. اعتصام اعتصام امام الملاعب. تذكره ب 500 دولار بطوله شنو؟ يعني المشكله انه المواطن العراقي دا يشوف دولة مساحة صغيرة بالنسبة إلى العراق نظمت كأس العالم قبل فترة بسيطة جدا، والعالم لحد الآن مبهور بتنظيمها ويشيدون بنجاحها ويباركوا لها على الاستقبال وعلى الطريقة اللي استقبلوا بها الجماهير وعلى شون نظموا البطولة وشون نجحوا في إتمام البطولة، ويجي المواطن العراقي على بطولة صغيرة مثل بطولة كأس الخليج ما يقدر ينظمها. نبقى بنفس الموضوع واللي انزعجت منه الجماهير الرياضية العراقية بسبب ما سمته فوضى التذاكر، وطالبوا الجهات المسؤولة أن يفتحون أماكن منظمة والناس تعرفها حتى تقدر توصل إلها وتشتري التذاكر، ولا تحاول بعض الجهات أن توصم الجماهير الرياضية العراقية بوصم الفوضوية. وقالوا هواية من الأماكن تبيع شوية من التذاكر، أما الباقي يروح كله للسوق السوداء. يعني يقصدون بي انه اكو هواية اماكن مخصصة لبيع التذاكر، اكو هواية شبابيك انفتحت لبيع التذاكر، لكن هاي الشبابيك دا تبيع جزء بسيط من التذاكر اللي موجودة عندها، اما باقي التذاكر دا يطلع من هذا المكان ويروح ينباع سوق سوداء. خلونا نشوف. خلي اماكن منتظمه، شوف الشعب شلون ينتظر. يعني الساعه 12 الفجر الساعه 12 الحدث ولا بطاقه موزعه ابو علي الحج، ولا واحد.
50 وباعوا هناك جميع 10 و 15 جت وباعوا على الجامعه ما استلمتها ما استلمتها الله على وعداد الرجال الله محمد يرضى هي مو ب 15 ب 25 ليش تطيح حاتيهم شلون بدل الله ليش ما عندنا شركات السوق السوداء 90 عدنان دجال هاي سبب الاداره الغير موفقه حتى بورقه مو وصلت تحكي بورقه بورقه انا شنو نفسيه لعبه الارجنتين لعبه الارجنتين لا زال الاحتجاج مستمر على البطاقه وعلى التذاكر من 5 الصبح لحد الان واهلنا وناس تنتظر على البطاقه خيسحبوني من الشركات نسوي شراء ونسوي الله بخير عليك بنظم النواحي بدون منافذ بس المركز أبناء البصرة راح ينحرمون من حضور المباراة وهواية من العراقيين اللي ما عندهم يتمنون يحضرون راح ينحرمون من حضور المباراة لأنه المواطن اللي يقدر يدبر له 20,000 و 15,000 سعر تذكرة ما أتوقع يقدر يدبر له 100 دولار حتى يدخل الناشطين الميدانيين يقولون والحقوقيين المدنيين والحقوقيين منهم انتقدوا الانتشار العلني والواسع والكبير للسماسرة لبيع التذاكر بالسوق السوداء وأكدوا أنه ماكو أي وجود لأي إجراءات رادعة للمحافظة أو الحكومة على سعر التذاكر وأكدوا أنه التذكرة الوحدة وصل سعرها ببعض الأحيان إلى أسعار خيالية وطالبوا الجهات المختصة أن يفتحون تحقيق وأن ما يهملون الموضوع المائلة من الانعكاسات السلبية راح تحرم هواية من الناس من حضور المباريات قضية البطاقات أو التذاكر مال دخول المباراة علناً سمسرة وسوق سوداء وفساد وكم سمسير وكم واحد جاي يبيع بهن علني أنا ندائي للسيد حميد الشطري الأمن الوطني تعودنا على صولاتكم وجولاتكم اللي جاي يحصل مو طبيعي اتحاد ما اتحاد اخواني موضوع خرج عن طوره نعم هسه واحد يقول لي 60,000 والعراق 14 مليون ندري حبيبي ندري بهاي السالفة 60,000 بس خيار تنباع بالسعر الرسمي يوميا روحوا لفلان المكان اجت العالم طلعوا من الموضوع هاي سمسرة علنية نتمنى فتح تحقيق بقضية التذاكر مال المباراة عزكم علم سعر التذكرة العادية وصل 100 دولار وديك يسمونه الفي اي بي 200 دولار هذا اللي جاي يصير بالبصرة مكاتب سمسرة علنية فرهود علني وين الجهات المعنية من هذا الموضوع اخوان سيد محافظ البصرة هاي بصرتك وانت محب للبصرة وانت ابو غيرة وبيك هدات حلوة والخليجي هذا انت ساهمت بي وانا شخصيا وهذا رأيي الشخصي اللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى لو ما انت ما يصير الخليجي بالبصرة هذا الموضوع حميع ليك هاي يعني اقول لك اياها من الاخير ابناء البصرة راح ينحرمون من حضور المباراة علقت على هذا الموضوع من فيسبوك فاضل يقول ترى مخازي يا دولة يا اتحاد يا وزير رياضة يا رجال عمي تخزينا احنا مو مال دورات بالعراق كل شيء اصبح فاسد طالما الراس فاسد حسين عطواني ليش ما يكون البيع بالملعب او المول وباشراف الاتحاد وتحديد سعرهم واللي غلي السعر يلقون القبض عليه علي عبد النابي يقول والله صارت ذله مو تذكره كل ساعه يقولون بمكان ورغم هذا الاسعار خياليه محمد العفراوي يقول اي والله صار لنا اسبوع ندور وماكو تذاكر وصلت ب 150 دولار كانت هاي تعليقات الناس على هذا الموضوع من ارتفاع أسعار التذاكر ومضاربات سماسرة السوق السوداء بأسعار التذاكر وتأثيرها على المواطن أبو علي من الناصرية حياك الله الله سعادك شوانك أستاذ هلا بيك يا الغالي شوانك سعادك شوانك مشتاقين هلا بيك يا الغالي شوانك عايش من شافك شوانك أنت العايش حبيبي تفضل أخوي انت تحكي على على الملعب الموضوع اليمن تفضل اخوي اتكلم شو تريد تحكي احنا ذا نحكي هسه عن بطوله خليجي 25 والمشاكل اللي بدها تعاني منها الناس بسبب هاي البطوله او تنظيم هاي البطوله عفوا مو البطوله انا
عم شوف خل عاجك استاذ هاي شوف هاي حكومه هاي تيت حكومه تيت سموها اولا حكومه تيت اولا همجيه لا علم لا نظام اخويا نعم لا ثقافه يعني تروح للملعب تشوف بيه غنم شايف لك ملعب بيه هوش وغنم نعم يعني تايه يعني انا اقول لك شوف انت تروح للدول مو شيء احنا عندنا ناس اخوي يعني لا يعني لا يتهمون شوف اعطيهم بس الجلق نسوي شيء ونسوي شيء يعني يطلع لك الوزير نسوي شيء يزيد يطلع بالرعايه يقول لك انا اسوي شيء يطلع يعني اي وزير يقول لك انا اسوي شيء بس هو ما يسوي شيء هذا شنو هذا يشتغل خارجي منين يشتغل من امريكا من ايران انا اقول الله ينتقم من بوش من جاب وين الزباله ذبح لينا وين الجسومه لا فيهم ولا عليهم هم ذولا اخويا مو مال الحكومه ذولا ذولا انا اقول لك شايف كان يعني نام بالحدائق هسه يطلع يقول لك هسه احنا ما طعنا عدمنا النظام ما يخالف انت هسه تقول احنا مو انت عدمت النظام شنو سويته يعني يطلع المالكي واليوم قاعد الميليشيات ها بالمحافظات احنا الطاقه عدمناه انت شنو سويتي وهسه الكهرباء بالبرد كل ساعه قطعوها نعم زراعه ما كنت كل ساعه قاطعين الكهرباء اللي يطلع الظاهر قالوا هذا عنا شنو نعم داعش يعني هسه يعني 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 انا اقول لك هي هسه امريكا هي المسؤوله على دوله نعم الراس شوف الراس الحيه هي امريكا مثل ما جرتهم ها تطلعهم من العراق لان دول من العراقيين خالي دمروا الناس كتلوا الناس كتلوا النساء كتلوا الجوعان لما انت تقول اني مقاومه المقاومه ما يقتلون الفقير الجوعان حبيبي ما يقتلون الفقير نعم مو صحيح انت قاوم الاحتلال القاعده الامريكيه روح اضربها مو تجي على الفقير خطف زين وكتل زين الجوعان الكتله الطفل الكتله جاي مقاومه هاي يعني حتى الله ما يقبل حتى شوف لا يقبل الرسول ولا الله يقبل نعم شكرا 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 لك ابو علي كان من المفترض يدخل ويانا اياد من انبار بس انقطع الاتصال وياه اما الان ام شهاب من بغداد حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يحفظكم ان شاء الله عيني سنه الخير والامان والامان حياك الله امي تحيا ودومي يا ماما يا عمري الله يسلمك يا عمري فدوة أنا ما أدري أريد أحكي ما أدري صوتي يصل ما يصل ما أعرف وصل صوتك إن شاء الله تفضلي قولي لتردي فدوة لعمرك يا أبي والله يا عمري إحنا كل شيء ما نريد نعم نريد نطالب نطالب بالعفو العام نعم يفرحون قلوبنا على هاي السنة الجديدة نطالب من محمد شياه السوداني ونطالب القضاء الأعلى نسيت اسمه رحم الله والديك والله نسيت يا أمي فايق زيدان ايه. ونطالب الحلبوسي ونطالب كل شريف بحليب أمهاتهم أنا مرة صار لي هاي ابني راح يصير 5 سنين أم الشهداء الأربعة ومعوقة وما عندي بس رحمة الله وولد أخو أيتام وبس هذا المعين نطالبهم بحليب أمهم نطالبهم بضنيهم يفرجون عنا أولادنا أولادنا مظلومين 95% الله وكيلك مظلومين نعم وحال الضيم وآي صقر رجل وحدة أمشي عليها والله رجل وحدة فدوة عمركم ما توصلون القضاء مقابل السيد رئيس الوزراء الله أكبر الله أكبر بلكت يسمعون صوتنا والله حال الضيم حالنا والله اللف عليهم 25,000 شيشي الكباب والله العظيم صابونا ما تدخل اسخام بعيننا ما يدخل وحال الضيم حالنا مصرف ما عدنا نودي لهم فلوس ما عدنا عدنا قومة ايتام بيتنا متروس ايتام خلي حسون بينا خلي حسون احنا امهاتهم خلي حسون ببلدهم خلي حسون بامهم خلي حسون بينا المظلومين كل شي ما نريد والله ناكل تراب بس نريد اولادنا خلي يفرجون عنهم ويفرحون بقلوبنا يا الله يرضى عليهم بالدنيا وبالاخره
فجول عمرك يا يمه وصل صوتنا. وصل ان شاء الله. احنا المظلومين المهضومين. وصل وصل ان شاء الله. فجول عمرك يا يمه. وصل ان شاء الله. الله اكبر خلي يحسون بينا. الله اكبر. نعم وصل صوتك ان شاء الله ام شهاب. وربي يطش طولة العمر ويشفيك يا ربي ويرجع لك ابنك سالم غانم يا رب. وام شهاب وصل الطلب الى كل من يدعي المسؤوليه بالعراق من قضاء ومجلس وزراء والجمهوريه انه عفو عام وطالب به بمناسبه حلول العام الجديد ويفرحون هاي الناس ببلدهم خصوصا الابرياء اللي موجودين بالسجون. خالد من كركوك حياك الله. خالد خالد وياي انقطع الاتصال ويا خالد. ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي ام شهاب من تقول لهم احلفكم بحليب امهاتكم. امهاتكم مني اسرائيل ايران الجار السوء. هم راضحين من ايران ومن تركيا ومن اسرائيل حبيبي. نعم. وهاي هسه طالعين ما في يقول لك والله احنا نريد الامن الوطني حق محل تذكره مال الاهتمام. انت تقول نريد الامن الوطني حاسب على الموازنه مال 22 وين راحت؟ خلي حاسب على سرقه القرن وين راحت؟ يعني من طالعين مجموعين يا يم ملعب خلي يقول لي التموينيه وين؟ والله انت راك تشتري لي بطاقه ما تذكره ما تطبل 25 وتقول لي ب 150 دولار و 200 دولار. هذا وين الحكي عمي؟ يعني هذا هسه نفسهم هذول الواقفين لو تروح اليوم شاي يقول لك انا اريد راتب رعايه عن المعين لاهلي اني 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 خبز ما عندي بالبيت يا عمي. هذا الشعب مع نفسه شنو؟ نعم. بس انت قل له للحلبوش قل له للحلبوش قل له وين رحت ايران؟ شو سوي ايران؟ بوش ايدين حبب ايدين في سبيل ترجع للمنصب مالك او تبقى بالمنصب مالك؟ نعم. حمي وين اكو دوله؟ وين اكو قانون؟ وين اكو حكمه؟ نقول لاهلنا بالبصره يا اهل البصره البصره ام الخير بس انتم الخير ما واصلكم منا غير بس الامراض السرطانيه مع احتراماتي لاهل البصره الطيبين. نعم. يعني الحل شلون؟ الحل شلون يا شعب؟ يا شعب انت يا شعب قلت اليمتى؟ انت من عين يصير لك هسه بهاي البطاقه؟ سرقة القرن راحت صارت سالفه، سرقة القرن راحت انتهت بعد. موازنه 22 راحت راح تطبق اليوم احنا ب 23. نعم احنا طبينا ب 23. 23 يمتى تنقر؟ يعني يعني هاي نفس البطاقه التموينيه استاذ. من ياخذوها الشهر والشهر الثاني يقول لك ها يعني تجي مال سنه كامله يجوز اربع اشهر لو خمس اشهر. نعم نعم. ويقول لك احنا وفرنا بطاقه تموينيه. زين اكثر القنوات تطلع مع احترامات قناتكم من يقوم يحكي يقول لك النظام السابق النظام السابق. عمي انت تسوي مثل النظام السابق وشوف شلون الشغل يمشي. انت نعم. اعتمد على ناس كفاءات اعتمد على ناس كفاءات. انت اكو مع احتراماتي لك وشخصك وقناتكم المؤثره. نعم. شكرا. نعم شكرا شكرا لك ابو عبد الله. قطاع الخدمات او الخدمات يعتبر واحد من اهم القطاعات الحيويه باي بلد، وبعض الاحيان هو الشريان للحياه للناس تعتمد عليه بحياتها. الخدمات من طرق كهرباء، ماء، تنظيم، تنظيف، رفع ازبال، انقاض، تنظيم حياه المواطن والصحه. لكن قطاع الخدمات بالعراق واحد من أهم محطات الفساد وأكثرها تأثيراً على الحياة. هذا القطاع اللي يشمل خدمات أساسية من صحة وكهرباء وتعليم واتصالات صرفت عليه المليارات، والمواطن ما شاف أي تحسن على أرض الواقع، والبنى التحتية بعدها تعاني رغم توسع قاعدة المستخدمين. مقطع مصور يظهر لكم مشاهد احتفالية بالكوفة. يا ترى مخيلتكم الاحتفالية ليش؟ هل هو الشيء يستحق مثلا الناس دا تحتفل به؟ انتهت الأمية مثلا؟ راحت المحسوبية والمحاصصة؟ لا عيني. وصلت للقضاء 3 كابسات مال زبل. خلونا نشوف. حفلة جابوا كابسات لها الكوفة. طلع على محمد وعلى محمد. جابوا كابسات جدا لها الكوفة.
الله على محمد وآل محمد. كابسات جدا جابوا الكوفه. الكوفه الكوفه. تفضل يعني. تفضل سياي. تفضل. يوم مدى الجودة حيث بس أربعة. كابسة ما زبل الناس فرحانة بيه. تخيلوا المواطن البسيط وصل إلى درجة. تخيلوا المواطن وصل أنه يفرح بهيك سوالف. يمكن من تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة بال 1920 الحد هاي الحد 2003 ما صار هيك شيء. نروح زيارة المحافظة القادسية نفتر شوية بها نوصل القرية اسمها قرية البحيلة نلقى احتفالية للأهالي هناك. ليش؟ لأنه جتهم محولة كهرباء جديدة والعالم ما مصدقة والناس تفتر بسياراتها وتدق هورنات وفرحانة وراء رحلة من المعاناة الصعبة. ولهذا استأجنوا ناشطين الحال اللي وصل للمواطن العراقي بأن يعبر عن فرحته بسبب حصوله على أبسط حقوقه واللي من المفترض أن توفرها الحكومة كواجب أساسي من واجبها تجاه المواطن من دون قيد أو شرط. خلونا نشوف هذا الفيديو. أعرض 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 الناس ما مصدقة يا عالم. هلاهل وهورنات وفرات وزفة ومزيقة وما مصدقين. ليش؟ لأنه أكو محاولة مالك. أكو مشروع بألمانيا صار حتى يستغلون به النفايات الزبالة وقاموا يولدون من عندها طاقة كهربائية. حتى شنو؟ حتى لا يصير أكو أماكن للطمر النفايات هواية وحتى لا تأثر على صحة المواطن وصحة التربة والبلد بشكل عام. تعرفون هذا المشروع إذا جابوه للعراق حتى يستغلون الزبالة اللي موجودة بالعراق لأن هي يام أكثرها هسه ويولدون من أدها الطاقة الكهربائية. ورا ما شفنا هاي الاحتفالية لازم يسجد الشعب العراقي أسبوع بفرح تذيج. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك من سجاد محمد يقول خطية هي هاي أبسط شيء لازم الدولة توفرها. أبو محمد الساعد يقول من المؤلم أن نرى أبسط الخدمات تتأخر شهور عدة. لو كان هناك ضمير لدى العاملين على هذه المناطق لكان المواطن ينعم بالخدمات وبأسرع وقت. قبل 2003 كانت المحولات التي تعطب يتم استبدالها في اليوم نفسه. حمودي الطيب يقول عجب يا وطني الأفراح صار بيك بس بالأحلام. المفروض الحكومة هاي تجيب المحولة وتنصبها مو المواطن يجيبها منهم بتواسيل. الله أكبر يا وطن. أحمد ديوانية أبو عبد الله مع الأسف والله قمنا نفرح ونهوس على حقوقنا المنهوبة والمسلوبة وهي حقنا ما حد مجملنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت هاي التعليقات من قبل الناس على هذا الموضوع. خالد من كركوك ويانا حياك الله يا خالد. الله محياك أصلك أخويا يا مرحبا. تحيا والدوم يا غالي تفضل. ألو ألو تسلم لي وزاد فضلك أخي. نعم يا با إحنا إذا ردنا سياسة عامة. نعم إحنا أولا سياسة ما عدنا. نعم أي واحد. ثانيا احنا حكومتنا حكومة ايرانية صرف
زين. وما تقبل الشك. زين. أبدا النهاية ما تقبل الشك. نعم. لأن إحنا أوامرنا كلنا ناخذها من إيران، ما من اليوم البارحة. نعم. من دخلت إيران داخل العراق وحطت إيدها بالعراق، إحنا صرنا إيرانيين. نعم. الأوامر كلها تجي من إيران بالحرف الواحد وتتنفذ بالحرف الواحد. نعم. إحنا كل ما يجينا رئيس وزراء نتفاعل به خير يطلع أنقص من اللي قبله. نعم. واحتارينا بعد إحنا ما نعرف يعني شو نسوي، يعني هذا بلدنا ضايع بين حانة ومانة. نعم. يعني أشراف هذا البلد ما ظل، وإلى متى إحنا نظل بهذا الحال وهذا الموال؟ إلى متى؟ نعم. وشلون؟ نعم. ونظل كاتبين عظيم؟ نعم. ونظل بهذا الظلم؟ اليوم مباشر نتفاعل واليوم مباشر وماكو قبض هاي السنين، هاي اليوم صار لنا 18 سنة إحنا من 2003 إلى حد الآن على هذا الموال. نعم نعم. فأنا نعم. يا أخي إلى متى نظل بس حكي، بس مجرد حكي، أما فعل ما عندنا. نعم. فعل حقيقي إن هذا البلد أو يقود هذا البلد شخص شريف كن شرب الماء ودجله ما فينا ما عندنا. نعم. لأن ما دام حكومة أحزاب بلدنا يتيه بين حانة ومانة. نعم. شكرا 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 لك أخ خالد. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم مستمر وياكم بس بفاصل قصير، ابقوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. وثق أحد المواطنين من محافظة النجف وتحديدا من قضاء الكوفة بحي الميسان التلكؤ الصاير بناء واحدة من المدارس في القضاء اللي تم المباشرة بنائها وإنشائها سنة 2014، وإلى حد هاي اللحظة المدرسة قيد الإنشاء لأنه ما كملت. يعني بناء مدرسة صار له 8 سنوات والله أعلم إيش قد يراد لبعد، والسبب مثل ما يقول المواطن أنه وراء وفاة المقاول صارت مشاكل وخلافات بين هيئة الإعمار وعائلة المقاول المتوفي أدت إلى تلكؤ بناء المدرسة. خلونا نشوف المناطق من ناحية الكثافة السكانية في النجف عموما، لأن حي ميسان كلش منطقة كبيرة وعدد سكان عدد مهول به. هذه منطقة الشريط تحديدا، هاي منطقة الشريط ما بيها ولا مدرسة حكومية ولا مدرسة. بالسنة 2014 باشرت هيئة الإعمار بإحالة هاي البناية اللي ورايا بإنشائها باعتبار مدرسة حكومية. مدرسة حكومية هذه تحتوي على 3 طوابق، 3 طوابق 30 صف. باشروا ببنائها ب 2014، باشر المقاول بناها في فترة التقشف المالي والضائقة المالية. اتوقف المقاول اعتبار ماكو أموال لإكمال المشروع، اتوقف المقاول في سنة 2019. باشر المقاول بإنشاء هذه المدرسة الحكومية. خلال هذه الفترة توفى المقاول، صارت خلافات بين عائلة المقاول وبين هيئة الإعمار. هذه الخلافات وصلت للمحاكم. حسب معلوماتنا هسه هيئة الإعمار قامت دعوة فسخ عقد على عائلة المقاول. يا هيئة الإعمار، انتوا هسه قمتوا دعوة فسخ عقد، سووا كشف مستعجل وثبتوا واقع الحال لهذه المدرسة
وين واصله وليا مرحله والمواد اللي بيها موجوده وبعد يسلموها للتربيه وخلي التربيه تباشر بيها وتحضر كادر وتنفتح هاي المدرسه وانتم ابقوا بدعاويكم والواقع حاله هو مثبت بالكشف المستعجل. يعني ما معقوله بنايه بال 2014 لحد الان ما منفتحه، يعني تقريبا اكثر من ثمان سنوات، وبرج خليفه اكبر ناطحه سحاب بالعالم ها بست سنوات كملت. ذاك برج خليفه. من محافظه النجف نروح الى محافظه واسط، مدرسه البصره. مواطنين وثقوا انهيار اجزاء كبيره من مبنى المدرسه بسبب البنيه التحتيه المتهالكه والاساسات الغير جيده. خلونا نشوف. شكر لله على سلامة تلاميذنا. انهيار تام في مدرسة البصرة، انهيار تام، تفلش أغلب الأجزاء العلوية، تبلغ أغلب الأجزاء العلوية لمدرسة البصرة، والحمد لله على سلامة الطلاب المعلمين الملاك. يعني هاي لو وقع الصخرة، لو وقع هاي الصخرة على أي تلميذ تنهي حياته، لا والله على إنسان، يعني على أي إنسان توقع عليه حتى إذا كان بالغ تنهي حياته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدور صايرة بحر، ونطالب من محافظ واسط التدخل المباشر والسريع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناك هاي البحيرة، هاي بحيرة دور صايرة بحيرة مال المياه، ماشي دوام. يعني بهاي الحالة ماشي دوام، شلون راح تداوم الطلاب؟ لا أخويا ما نأمن على سلامتهم. حولوها حوض مال أسماك وفضوها. نبقى بنفس السياق، أظهرت مقاطع مصورة سقوط أجزاء من الصفوف الأولية لمدرسة الفجر الابتدائية بقرية زاغنية بناحية العبارة التابعة لمدينة معقوبة بمحافظة الديالة بسبب تهالك البنى التحتية، علما أنه هاي المدرسة بها دوام مزدوج ثلاثي لثلاث مدارس وتقريبا يداوم بها 600 طالب وطالبة. مو زيجو دامون بيها كابي مشتاق ها؟ عارف بلا أسواقي عارف عشرين كله تصر على بلاتنا عليك بلا محمد وعلى عمل ربس المحافظ اسمه الحين البلاد البلاد العليا كفا السقف كفا أنا وقيته الله بلا بلا ربس المحافظ ها؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من منصه فيسبوك انفال تقول وهاي منا الفت سنتين يلا يصلحوه ويروحون على غير مدرسه يسووا ثلاثي. حيدر يقول اغلب مدارس دياله قديمه وتحتاج ترميم او اعاده بناء. لا في المعموري لا اله الا الله، بلد لا مدارس لا مستشفيات لا شوارع لا نظافه، شكوى لله، ما ادري اين يذهب الواحد. وكوثر تقول المهم المولات مو مهم المدارس، للاسف هذا حالنا حاليا. مشاهدينا الكرام، قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين سلط الضوء على الذكرى الأولى لمجزرة جبلة اللي أسفرت عن مقتل 21 شخص من الأبرياء العزل على يد قوات إسوات الحكومية وراء بلاغ كاذب من المخبر السري. خلونا نشوف. رجال يذبحون ماكو هيجي عمره 15 يوم.
وكان من الأمور الصعبة علينا أثناء استلامهم تمييز جثثهم، بحيث أنا لم نستطيع ذويهم أن يميزوا بين وجه ووجه آخر. زين مخدرات وين اللي وداد؟ مخدرات شو ما لقيتوا مخدرات؟ وين المخدرات؟ زي الإرهابيين اللي هنا هو يمن مقاومينكم وينهم؟ هذا شاب دازله قوة من بغداد دازله، والله شوف الصواريخ صورتوه بيته، والله مفلشين بيته على رأسه، مفلشين بيته على رأسه. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي، كان هذا كل ما بجعبتنا مشاهدينا الكرام حلقة صوتكم لهذا المساء، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة باكر بإذن الله، في أمان الله.